قرب العيد أكثر من تعاون بين جاتا إيفانتس بين سمولفيل وبين بسمة. رح نستعرض اليوم هل إيفانتس مع ساندرا غطاس. أهلا وسهلا فيكي مديرة جاتا إيفانتس. معنا كمان صوفيا فخري صاحبة سمولفيل، كمان رح نتعرف أكثر على سمولفيل ونخبر عنه. ومعنا أكيد من بسمة مؤسسة الجمعية ساندرا خلاط يلي طبعا نشاطاتكم كثير وعم نتابعها نحن. أهلا وسهلا فيكم. خلينا نبدأ معك ساندرا بجاتا إيفنت. شو النشاطات واخر نشاط لكم؟ عن اخر نشاط يلي نظمته جاتا ايفنتس اند بروموشنز اسمه كريسمس ات ذا فيلا، يلي صار بفيلا ليندا سيرسو نهار الخميس ابتدى ولا نهار السبت. كان حدث ناجح فعلا، قدر يحقق الهدف تبعه الاساسي اللي هو انه يستقطب عدد كبير من الزوار. عم تشوف الصور يمكن هون؟ ايه اكيد هون الصور يمكن من امين من الانستغرام منهم كثير هاي ريز. anyway بس بفرجوك شوي المود والامبيانس والاجواء اللي كانت بقلب الفيلا. الهدف الاساسي كان انه ندعم جمعيه بسمه يلي هي بتهتم بالاطفال يلي الاقل حظ من غيرهم. نحن حبينا اول شيء نضوي على هالجمعيه خلال هالحدث، وبذات الوقت كان في صندوق للتبرع موجود مشان كل الزوار اللي بحبوا يتبرعوا دغري كانوا موجودين معنا. هلا غير طريقه كونتريبيوشنز كانت انه الديزاينرز اللي كانوا موجودين كمان من خلال اشتراكهم بهالحدث هن كانوا عم بيتبرعوا لجمعيه بسمه، وهن حبوا كل مين يعني حب يشترك بهيدا الايفنت كان هدفه انه يتبرع لجمعيه بسمه. كان الحفل مثل ما قلت لك كثير ناجح، اجى كثير مشاهير، اجى كثير ناس عليه اكثر من ما حتى كنا متصورين، والاعلام فعلا غطى بشكل ما طبيعي لانه هو بالنهايه حدث صغير منه هالقد كثير كبير. فاذا بسمه بالتعاون مع كثير من الاشخاص مثل جاتا ايفنتس هلا عم تقدر انه تكون عم تلبي بعض الحاجات اللي هي عم تكون ملتزمه فيها خلال السنه، خبرينا شوي ساندرا. مضبوط كاتيا، يعني بدي اشكر ساندرا وجاتا ايفنتس لانه من خلال هيك اشخاص وهيك مبادرات فرديه وفريده من نوعها عم نقدر نحن نقوم بمهمتنا اللي هي كثير كبيره، وبالاخص بالاوضاع الحاليه يعني عم بتكون اصعب واصعب لانه من وراء الوضع الاقتصادي. يعني بدي اشكر ساندرا، اشكر كل الديزاينرز اللي شاركوا، كل المتبرعين اللي عم بيدعمونا خصوصا بفتره عيد الميلاد. يعني بتعرفوا هذه الفتره نحن بنركز كل السنه على العائله، على كل افراد العائله من الاولاد للاهل للمسنين، وهذه الفتره هي مميزه للعائله وعندنا نشاطات عديده، دونك بهمنا كل الناس تكون عم تحط ايدها بايدنا تنقدر نقوم بهالمهمه. عندكم نشاطات ثانيه خلال العيد؟ اكيد عندنا كل الوقت نشاطات مستمره. هلا اهم ثلاثه رح احكي عنهم شوي بطريقه سريعه. عندنا اول شيء السبت 20 الشهر عندنا غدا للمسنين، بتعرفوا نحن عندنا مطاعم البسمه بيجوا المسنين بيتغدوا ببلاش، سو عاملين نحن بهالسبت 20 الشهر غدا للمسنين مع يعني كيترينج وحفله وميوزيك ودانس، وفي كثير متطوعين. ب 21 الشهر عاملين غدا ل 2000 عراقي مع بالتعاون مع مدرسه الشانفيل، بدي اشكرهم. 2000 عراقي عندنا فوق ال 100 متطوع، بوفيه كثير كبير، يعني بده تنظيم هيوج هلا قايمين فيه. دونك ان شاء الله تكونوا عم بتتابعونا، عم نجرب نكونوا التلفزيون معنا بهذا النهار. وب 23 الشهر عندنا للعيال تبع بسمة كل العيال بحدود ال 200 عائلة مع كل الأولاد وأهليهم. نحن عندنا بتعرفي كل سنة عندنا لسادس سنة على التوالي عندنا ميك كريسمس ويش كام ترو، بنجمع كل الهدايا اللي هن بيطلبوهم بيرسونلايزد جيفت، يعني كل ولد الأهله المسنين شو بيطلبوا، بدهم كنزة، بدهم بوت، بدهم طنجرة للبيت، بدهم دفاية، anything بيطلبوه نحن عم نلبي الطلب. جاب معنا كل الهدايا بالمكتب عندنا، ما بقى فينا نمشي الهدايا مثل هي الدنيا. دونك كمان لو 23 رح نوزع كل الهدايا بالبلانيت دو لا ديكوفيرت. يعطيكم العافيه. رح ارجع لعندك ساندرا لانه جاتا ايفنتس، تنتقل عند صوفيا بعد شوي ونشوف سمولفيل شو كمان عم بيحضروا معكم. نحن مثل ما سبق قلت لك انه جاتا ايفنتس اند بروموشنز دائما بتحب من خلال الايفنتس اللي بتنظمها تدعم
تدعم قضية اجتماعية وتدعم الاقتصاد والفنانين والمصممين اللبنانية بالأخص. والعيد بعد ما خلص بعدنا محتفلين بقى، رح ننتقل هلا بين 26 30 الشهر على اوتيل سمولفيل. كمان في حدث كثير سبيشال، كثير جديد، يعني غير عن الايفنتس اللي بنسمع فيها يلي عم بتصير بالبلد. رح خلي صوفيا فخري تخبركم اكثر. تفضلي صوفيا. كاتيا، انا من فتره حكيت مع ساندرا بخصوص عنوان جديد للايفنت. هي بتعمل دائما كريسمس ات فيلا، سو اذا بدك استوحيت منا انه يكون عندنا سيلبريشن بسمولفيل تحت عنوان ميت اند جريت، اللي هي بيكون دائما ايفنتس حسب الاوكيجنز او ممكن تكون شهريه تصير بالسمولفيل. بروح راي على هالايفنت للدومين بوبليك فاونديشن، اللي هي بتصور اول فاونديشن معنيه بالاربن بلانينج تبع بيروت. اسسها كريم فخري اركيتكت من هارفارد. كل دولار بيروح فيها في ترانسبيرنت واي، يعني طريقه كثير شفافه، بيقدر الشخص يشوف وين هالدولار عم بيروح وعم يتوزع مشان تحسين مستوى المعيشه بمدينه بيروت تحديدا. وبحب اذكر انا انه سمولفيل هو مسمى على مدينه بيروت، يعني مدينه صغيره ومدينه، هذا شيء مهم وكبير. فحيكون عندنا نشاطات متواصله حتى من بعد الاعياد، بس خلال فتره الاعياد مثل ما قالت ساندرا بتوين 26 و30 رح يكون في عنا حفلة رقصة. رح ندعي كل الفعاليات من عدة أقطاب ساكنين ببيروت عملوا أشياء لمدينة بيروت لحتى يتبرعوا من خلال فنانين، لقاءات على الام تي في، كمان رح يكون عنا لقاءات لايف، رح يكون في تور اوف ذا هاوس، كوكتيل ديزاينرز عم يعرضوا منتوجات لإلهم. في عنا نحن مسرح حتى على باللوبي تبع سمولفيل، الاوتيل الوحيد اللي اختار يعمل مسرح على الانتريه تبعه مشان نعرض ونحط الضوء ونضوي على كل شيء حلو عم بيصير بمدينه بيروت لنطلع شوي من جو الاحباط. وبتعرفي بهالظروف الاقتصاديه او الظرف اللي بيكون فيه دائما حبينا نخلق شيء حلو ونضوي انه لا، بعد في ناس عم تنتج، بعد في ناس عم تعمل اشياء حلوه لبيروت. حلو. فاذا الايفنت بالتحديد شو رح يكون وكيف رح نقدر نشوفه؟ رح يكون احتفال اي نهار اول بهالعيد، ببلش ب 26 وبينتهي ب 30 قبل راس السنه. طبعا هن ب 31 الشهر في حفله راس السنه موجوده عندهم للي بحب، يعني في نحن دائما عودناهم بسمولفيل انه يكون عندنا مفهوم او اذا بدك امبريلا اللي تحتها بيكون في شيء ملفت للاشخاص او مغرب، لهم دائما توقعوا شيء ما بتنطروه من اي محل ثاني. وبتخيل دائما سمولفيل كانه تياتر عم نعلن من خلاله عن نشاطات، منا براس السنة عاملين تام مولان روج رح يكون كمان كتير مهضوم ومشاركين فيه كمان كتير أشخاص، برجع بقول دايما من مدينة بيروت. في نشاط ما ذكرته، أخذنا منتشكر جوي كلوب بعتوا باربيز، هن يعني حبوا يقدموا الباربيز وانبعتت لأكثر من 60 مصمم، كل واحد عم بلبسها وعم بصممها على ذوقه. رح ينعرضوا بالاوتيل على شجرة الميلاد، وكل كل لعبة بتنشرها طبعا بروح راي على الدومين بوبليك فاونديشن. فإذا هلا نحن مدعوين ب 26 الشهر على سمولفيل ابتداء من 26 لآخر الشهر، من الساعة 4 للساعة 9، من الساعة 4 بعد الظهر للساعة 9. 9 بيكون صار خلص وقت عشاء او بارتي تايم، رح يكون في دانس، رح يكون في شو، رح يكون في فلاش موب، قصص لذيذه وسربرايزز. الدخول كيف بيصير على سمولفيل؟ بالنسبه لل 26 الدعوه مفتوحه عامه، في دعوات خاصه لبعض الاشخاص مثل الصحافه، الاعلام، اقطاب معينه اللي دائما هي بتجي على سمولفيل ومشتركين معهم بعده نشاطات. والبقوي اكيد كل اللي بحب از مور ذان ويلكم. بيدخل مجانا وجوا بيدخل مجانا هالاكزبيشن. نعم. نوع من اكزبيشن راح يكون. نعم. من عدد كل شيء بينشر راس السنه طبعا وكل شيء بينشر راح يروح رايح على الدومين بيبليك فاونديشن، بالاضافه لكل يعني الانترتينمنت اللي راح يكون موجود. اجواء ميلاديه حلوه واجواء اذا بدك هوليداي اكثر، بنكون قطعنا الميلاد بس اكيد الشجره موجوده وراح يكون في اجواء حلوه كثير. بس ما شو رح تعمل كمان على عيد الميلاد؟ قلنا في غدا ل 2000 عراقي بمدرسة الشامبيل بالمدرسة. مزبوط. للمسنين وللعيال للولاد، وكل الولاد عندهم حتى العراقية كل واحد عنده جيفت تبعه.
دونك بدي اشكر كل اللي شاركوا بالميك كريسمس ويش كام ترو، لانه بالاخير مش نحن عم نجيب الهدايا، كل الناس عم بتشارك، كل واحد بنقي اي هديه بده يشتري. المدارس، تلاميذ المدارس، تلاميذ الجامعات، الشركات، كلهم ساهموا وقدرنا نلبي حاجات كل الاولاد هالسنه. ساندرا، كيف بيصير التواصل يعني مع كل هالناس؟ نحن بنحط ليستا على الويب سايت وعلى الفيسبوك. ويب سايت هو www.basma.org وبسما BASMA على الفيسبوك. بنحط الليستات، كل واحد بيفوت بيشوف الليست، بيقول انه انا بدي اجيب هالهديه لهيدا الصبي اللي عمره 7 سنين، انا بدي اجيب مثلا هليكوبتر دونك للولد. كل واحد بنقي شو عباله يجيب هديه وبيجيبون، في منهم بيجيبوا اكثر من هديه. عنا تلاميذ الليسي، نازاريت، القلبة، شو بدي سمي يعني، كل المدارس، كل الجامعات شاركوا. Thanks a lot for everyone. برجع لجاتا إيفنتس، اللي يعني الإيفنت إذا كان إيفنت يعني عادي أو إيفنت لا بيعود ريعه لا فاونديشن أو أي إيفنت، بيكون بنفس المستوى وبنفس الاحتراف. أكيد يعني دايما هيدي قصة الاحتراف، هيدي شغلة بنتميز فيها. لليوم كل حدث نظمناه كان ناجح اكثر من التوقع. يعني بكريسماس ات ذا فيلا يعني الوف الزوار ونوعيه الزوار الحلوه اللي جاي عن جد تساهم وتحتفل وتدعم وتقدم. يعني بقى كثير انبسطنا بالموجودين وحتى اللي كانوا عارضين. يعني التشكرات اللي اجتنا يعني ما وقفوا الايميلز والتليفونات يتشكرونا. كان كثير اوت اوف ذا بوكس هالايفنت بين كل هالايفنتس اللي عم بيصيروا بالبلد، تميز كثير لان اخذ ضجه كثير كبيره خصوصا على الانستغرام. صار في يعني عندك عالم هجمه على الانستغرام والناس عم بتاخذ صور وتحط صور، لدرجه النتوركينج فتح بطريقه ما طبيعيه على الانستغرام. فحلو يعني يكون ايفنت ناجح، خاصه لما بيكون الهدف كمان هدف هالقد. هذا بتقولوا انه قد ما صار في صور ونسمع فيه الايفنت كثير اثر ايجابيا على بصمه. اكيد هيدا شيء كثير مهم، وراح نحاول نعمل نفس الشيء هلا بالسمول فيل لكمان نضوي على الجمعيه ابتداء من 26 شهر. اهلا وسهلا فيكم وينعاد عليكم. هلا بنرجع.